مرض جديد طالع موضة معلقين عليه كل مشاكل صحتك، تعالوا معايا بمعلومة طبية على السريع لنكتبي من المعرفة على النمسا ميديا. عندك أمراض مناعة ذاتية، صداع مزمن، صدفية، حساسية، أرتكارية، تصلب شرايين، اكتئاب، التهاب، سرطان، بيقولوا إن المرض ده أصله كل ده. المشكلة إن غالباً الطبيب بتاعك يا إما ما درسوش يا إما ما يعرفش عنه ولا حاجة. إيه المرض ده ونعالجه إزاي؟ المرض ده اسمه السيبو. يعني إيه سيبو؟ Small Intestinal Bacterial Overgrowth. أربع كلمات بيحملوا في طيتهم معاني كتير جداً. معناهم بالعربي إنه من غير الطبيعي إن يكون في الأمعاء الدقيقة بكتيريا. غالبا النوعيه دي من البكتيريا عمرها ما كانت المفروض تخرج اصلا من الامعاء الغليظه. ليه بيحصل سيبو؟ من الاكل الصناعي، العصاير المليانه سكر، المواد الحافظه، اللحوم اللي عليها مضادات حيويه وهرمونات مسرطنه والحبوب اللي ملعوب في جيناتها الوراثيه، وانه اكلك كله يبقى مليان مواد حافظه ومعلقات ومذيبات اللي بيسموها ايمالسيفاينج ايجنت، اللي بتاكل المخاط بتاع الامعاء والجلوتين والبروتينات التانيه كتير، بتنمي بكتيريا سيئه في الامعاء، والنتيجه الحتميه طبعا ارتشاح الامعاء او الليكي جات. بتعمل طبعا مصايب تانية كتير، بتدخل الامعاء بتهد جدارها وتدخل على الدم وتهيج الجهاز المناعي بتاعك ويعمل الامراض اللي قلنا عليها دي كلها. الحل ايه؟ ممكن نستعمل مضادات حيويه على حسب السيبو نوعه ايه. في نوع بيطلع غاز هيدروجين، وفي نوع بيطلع غاز هيدروجين سلفايد، وفي نوع بيطلع غاز اسمه الميثان. وطريقه التشخيص عن طريق النفس، بندي سكر معين بعد هضمه بشويه، بنشوف في النفس اكتر غاز في دول هو اللي مسيطر على الامعاء بتاعتك. والاعراض بتعتمد على نوع الغاز والعلاج على حسب نوع الاعراض وانه غاز فيهم هو اللي زايد قوي بسبب اختمار البكتيريا في الامعاء الدقيقه بتاعتك.